هلا أرجون، يلا اللي وين دي شونيها واقفين. خالتي، يعني بصراحة أنا مو شايف شيء. أرجون أعطيني إيدك. أنت بتعرف ليش أنا سكرت لك عيونك؟ وقت نحاول نركز على شيء منحاول نغمض عيوننا مشان نقدر نركز ونحاول نلاقي الحل. حاول تعرف شو في بإيدك. هاي قطعة خرزية رح تساعدك ورح تقويك، وهلأ بدي إياك تركز منيح. أنت وحامل هاي القطعة ورح توعدنا تضل هون بصفتك أرجون، مو كزوج لديشا. حبيبي لوقت ما أثبت قدام أبوك إنه ديشا مرتك وإنك تزوجتها بالقانون، ما رح تعيش مع ديشا بصفتكن زوجة وزوج، رح تبعد عنها. أرجون، إذا أنت وعدتنا بهالشي هاد رح خليك تسكن معنا. ستي لا تاكلي هم أبدا، أنا وديشا منعرف حدودنا كتير منيح. بوعدكن ما أتقرب منها لوقت ما ديشا تطلع من هذا البيت بصفة مرتي. صح أنا حالياً بعتبرها مرتي، بس طول ماني قاعد معكم أنا وديشا ما رح نتقرب من بعضنا بأي طريقة، وهذا وعد. وأنا كمان بوعدكم ما نتقرب من بعضنا بأي طريقة. وأنا كمان بوعدكم ما أتدخل أبداً بأي شيء بخص أرجون وديشا. وماما، بعرف منيح إنه أولويتنا هلأ إنقاذ البيت. إيه بنتي، نحنا لازم ندبر 190 مليون بأقل من 15 يوم. ماما بس المبلغ كبير، كيف مندبر مبلغ كبير مثل هذا ب 15 يوم؟